صديقاتي أصدقائي، تحية طيبة للجميع. موضوع هذه الحلقة يتعلق بانتشار الرداءة، وهل انتشار هذه الرداءة هو فعل مقصود من أجل الإجهاز على الثقافة يعني الوازنة، ومن أجل الابتذال، ومن أجل هدم القيم الاجتماعية؟ طبعا الجواب غادي يبقى للمشاهدين وللجمهور ولطبعا الناس اللي تفهموا في علم الاجتماع. هذا الرداءة طبعا في رأيي ماشي جديدة، ولكن بدأت منذ الثمانينات، حيث أنه في الثمانينات عرف المشهد الإعلامي واحد الظاهرة غريبة جدا، ظاهرة ديال تناسل عديد من الجرائد، من الجرائد التي كانت تسمى آنذاك أو كانت تنعت آنذاك من طرف طبعا الصحافة، يعني الصحافة القيمة، الصحافة الناضجة، الصحافة السياسية، الصحافة التي ركمت تجربة نضالية منذ الاستعمار، على رأسها جريدة العالم، ثم جريدة المحرر، ثم الاتحاد الاشتراكي. على كل حال، أن الثمانينات عرفت ظاهرة إنزال العديد من الجرائد التي كانت تسمى أو تنعت بصحافة الرصيف، من أخبار السوق، من أخبار منها مثلا جريدة كيخ، كانت إلى غير ذلك من الجرائد. وهذه الجرائد هذه كان الهدف منها هو طبعا هو تحوير الرأي العام المغربي على يعني القضايا الأساسية التي كانت تهمه بالأساس، ومنها الملف الاجتماعي، خصوصا بعد واحد مجموعة ديال الانتفاضات اللي عرفتها بعض المدن، وعلى رأسها انتفاضة الدار البيضاء سنة 1981، اللي كانت انتفاضة تاريخية اللي سقطوا فيها العديد من الشهداء، واللي سماها إدريس البصري آنذاك وزير الداخلية أو سماهم بشهداء كوميرا. إذن تيجي هاد يعني هذا المشهد الإعلامي أو هذه الصحف ديال الرصيف كتجي باش كتحاول تميع هذا الجو هذا، وتحاول أنها تجر الرأي العام من القضايا اللي هي هامة جدا، واللي هي قضايا يعني أساسية اجتماعية وسياسية، إلى المجال ديال الفكاهة والضحك المجاني. اليوم أيضا مع انتشار المنصات الرقمية، وخصوصا على رأسها يوتيوب، ثم من بعد ظهر الانستغرام وتيك توك، فاليوم نفس المشهد ديال هذه شحال الثمانينات كان عايشوه اليوم. اللي جرني لهذا النقاش هذا هو هذا الضجة التي حدثت بعد تعليق شي فنانة ما كنعرفهاش انا، سميتها فاتي جمالي، على حكيم زياش الذي تجاهلها في موقف من المواقف. الغريب في الامر ماشي هو هذا الحدث، ولكن الغريب في الامر هو هذا الحجم الكبير اللي خداه في مواقع التواصل الاجتماعي، في تيك توك، في الفيسبوك، وفي الانستغرام، بينما أن المغرب ينشغل حاليا بقضايا أساسية، قضايا هامة جدا، قضايا تهم مستقبله وتهم أجيال القادمة.
ألا وهو الملف ديال التعليم. طبعا أنا عمرني ما ناقشت الملف ديال التعليم وما غاديش نناقشه، ولكن غير تنقول ما هو الأهم اليوم. واش هذا لتنسيل ديال زياش مع فاتي جمالي أو لا؟ طبعا هذا النقاش الساخن والحار جدا والمضطرب الذي يعيشه المجتمع المغربي وتعيشه الأسر المغربية والأطر التعليمية المغربية، والذي يتعلق بهذا النظام الأساسي الذي جاءت به يعني الوزارة الوصية على التعليم. هذا النظام الأساسي نهضر معكم بكل صراحة، أنا راه ما عندي عليه حتى فكرة، يعني باش تكونوا راني ما عارفوش ولا أريد أن أعرفه، ولكن يبدو من خلال يعني هذا التعنت الذي يعني اتخذه هؤلاء يعني الأطر ديال التعليم على أن هذا النظام الأساسي ربما في جانب أو في عديد من الجوانب أنه يتعارض ربما مع الأهداف البيداغوجية، أو ربما يتعارض مع المكتسبات التي راكمتها الأسرة ديال التعليم يعني منذ يعني الاستقلال إلى اليوم، المكتسبات التي ناضلت بل وأدت الضريبة فيها العديد من يعني الأسماء الوازنة في المشهد النضالي المغربي، الأسماء التي تنتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل وإلى الاتحاد العام للشغالين من المغرب وإلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى غير ذلك. على كل حال أنا ما عنديش فكرة على هذا النظام الأساسي، ولكن يعني التجلي خداها في الحقيقة تدفع بالأسر ديال التعليم إلى نوع من الملل ونوع من السأم، وتدفع الأسر ديال التعليم إلى التفكير في اللجوء إلى التعليم الخاص. كنعرفوا على أن التعليم هو من القطاعات الاجتماعية بحال وبحال الصحة، القطاعات الاجتماعية التي يعني تقوم فيها بالدور الريادي الأول الدولة، التي تخصص ميزانيات باهظة جدا للتعليم وميزانيات باهظة للصحة. فبالنسبة للتعليم كنعرفوا بأن الميزانية ديال التعليم ميزانية أكيد كانت ميزانية خيالية، والآن ربما هذا القطاع بدأ يشكل عبئا على الدولة وعلى يعني بحال واحد الحجرة في الصباط كما تنقولوا، يعني علما أن الدولة تفكر في تحرير هذا القطاع على غرار يعني على غرار العديد من الدول ديال العالم الثالث اللي استطاعت أنها تمشي بالتعليم أبعد حدود، واللي طبعا ساهم في التنمية ديالها والتقدم ديالها، ولا أدل على ذلك دولة ماليزيا. ماليزيا اللي في حوار مع أحد مسؤوليها الكبار، ما عقلتش شكون هو، أكد أنه في سؤال كيف حققت ماليزيا كل هذا التطور والتقدم، فكان الجواب الاهتمام أولا وأخيرا بالتعليم. إذن أعود إلى صلب الموضوع، وهو كيفاش بقينا كنعيشوا في هذه التفاهات، يعني ها إكشوان إنوان، ها النيبة، ها على القادوس، ها الدومة، ها سينا، ها صوفيا طالوني، ها تخربيق، ها زياش ما بغاش يهضر مع فاتي جمالي، ها هذا. والغريب في الأمر هو أنه بعد المنصات الرقمية بدأت تعطي لهذا الشيء اهتمام، بينما أنه الذي يشغلنا أساسا هو التنمية، الذي يشغلنا أساسا هو الإنسان المغربي.
خصنا نفكروا في الحلول التي تجعلنا نفكر في الاستثمار في الإنسان المغربي حتى يكون إنسانا فاعلا وإنسانا يفكر أولا وقبل كل شيء في ماذا سيعطي للوطن وليس فيما سيعطيه الوطن. هذا هو التفكير السليم، هذا هو التفكير السليم. إذن كيبان لي على أنه كاين واحد التساهل يعني لا محدود مع بعض المؤثرين في الفضاء الافتراضي خصوصا في اليوتيوب، كاين تساهل يعني صبحوا العديد من الشباب خصوصا الشباب يعني اللي تيركبوا على بعض الاخبار وتيقبط هو هذا الخبر وتيحور وتيبدلوا غير العنوان وتيحط نفس الفيديو وتيحاول يديروا قنوات وصبح الهاجس الاساسي عند كل هادو ما يسمى بالمؤثرين او هاد الدخلاء على المنصات ديال اليوتيوب. هاد الدخلاء هادو انا كنسميهم عصابات، يعني عصابات يعني اللي مشاو تيقلبوا على لادسنس وتيقلبوا على الفلوس من خلال اليوتيوب، من خلال تلفيق الفيديوهات، من خلال سرقة الفيديوهات يعني من جهات اخرى ونشرها على اليوتيوب. انا تقول على انه الدولة عليها ان تلتزم الحزم وان تصدر قوانين جديدة من اجل اعدام هذه القنوات، بل من اجل محاكمة هؤلاء الذين يديرون او اصحاب هذه القنوات الذين يشوهون سمعة المغرب، الذين يلجؤون إلى الكذب المجاني، إلى الكذب من أجل قضاء أغراض من بينها الحصول على أموال من الأدسنس أو من عائدات الأدسنس. سبب الشباب اليوم ما بقى فيه ما يقلب على العمل لأنه كان أعمال شريفة، كان أعمال شريفة، كان شباب الذين يعني يكسبون رزقهم يعني من أعمال شريفة في المهن الحرة، في مثلا أعرف كثير من الشباب الذين يعملون في مجال الجبس، في القبس يعني في النقش على القبس، وهؤلاء الشباب يفكرون في الهجرة إلى إحدى البدول الدول المجاورة للعمل في الجبس ولا يفكرون في البقاء في المغرب والعمل هنا. لماذا؟ هل الأمر يتعلق بأجر ما أو بشيء ما أو بالحلم للهجرة؟ هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. يعني هذا الشيء خطير جدا. الشباب ديال اليوم صبح هاز الساكو وتيفكر غير يخوي البلاد، وتيفكر غير يخوي البلاد. إذن هذا هو، باش ما نطولش عليكم، لماذا أصبحنا نقتات صباح مساء على الرداءة وعلى الابتدال وعلى استهلاك المواضع الفجة، المواضع المجانية، المواضع يعني الخبيثة، الخبيثة جدا التي لا تنفعنا من قريب ولا من بعيد بل تضرنا وتسهم في إلهاء الأمور اللي هي أساسية. صديقاتي أصدقائي، كان هذا هو يعني الفيديو اللي بغيت نتقاسم معكم بسرعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم، تحياتي لكم جميعا.